الفرصة انك تقنع واحد هينتحر انه يرجع عن قرار الانتحار، بس قدامك 30 ثانية بس تقنعه فيهم، هتقول له ايه؟ معاك 30 ثانية تقنع فيهم واحد هينتحر انه يرجع عن قرار الانتحار. ما اظنش ان في سبب كافي تمام ان هو ما يخلوش يعني ما ينتحرش، انصح ان هو ينتحر احسن. انت ممكن تحسسه ان الدنيا فيها خير، ان الموضوع مش مستاهل تحضنه وتعمل اي حاجة. هو لو في اي دولة تانية غير مصر كان يبقى فيه، بس ما اظنش ان هو فيه. انا نفسي مش شايف انها فيها حاجة، يعني ده اللي هيخلي واحد ما ينتحرش. الراجل يموت عشان هو في مصر؟ مش هو عايز كده، هو مصيره ان هو اتولد في مصر فبالتالي ما يقدرش. قول له حرام، قول له اي حاجة. خلاص حرام، ما تنتحرش. خلاص يعني؟ الراجل مات على فكرة. مات، الله يرحمه. اتجوز. انت كده عقدتها اكتر. احلى حاجة جواز والله. اتجوز. انت دلوقتي الراجل هينتحر قدامك. هيتجوز بس مش مصريه. ان شاء الله نروح المستشفى. انت كمان بتغلط فينا؟ لا انا بتكلم بجد، مش مصريه. يعني انت هتجري عليه تقول له اتجوز؟ اتجوز واحده مش مصريه. هقول لك اجيبها منين؟ دي روسيه. اجيبها منين؟ اجيبها له انت؟ من شرم الشيخ انا اجيب له، عشان انا عايش بره. ايوه اجيب له، انا اجيب له كتير. هيرجع عن قرار الانتحار؟ ده بيسبب الانتحار. ما نعرفش بقى واحد ينتحر. انت شايف قدامك دلوقتي حل الواحد ينتحر؟ لا اقول له اتكل على الله. انت عايزين تخلصوا من الناس؟ اقول له اتكل على الله. واحد زي امن حياته يعمل له ايه؟ قول له اي كلمتين، ربنا، ضميرك، الناس، حد عايزك، احنا عايزين. هو خلاص جاب اخره كده، ما وصل الانتحار جاب اخره خلاص. انت بجد شفت واحد بينتحر هتسيبه؟ اعمل له ايه؟ اجري امسكه احضنه وتعالى يا ابني ملك. مش عارف المشكله، واحد شايف واحد بينتحر اتكل على الله يا عم. انا هديله 5 جنيه واقول له روح على البيت احسن. الخمسه جنيه اللي هتحل ازمته؟ اكيد اكيد اكيد، هي ازمته اكيد فلوس، فهو ده حلها. حلتيها بخمسه جنيه؟ هنعمل له على قدي، على قدي. الراجل هيشتك معاه وينتحر، هياخد كتر اتنين. لا والله بس صدقيني انا اللي انا بقوله لك صح، بس اهم حاجه يخرج من المود اللي هو فيه. ما اكيد متضايق مخنوق ماهوش فلوس بتاع، ولا اتجوز واحده روسيه هتنسيه الدنيا كلها. وهتدي له فلوس؟ وهتدي له، ما هي من غير فلوس اصلا. اذا عندك عيال فكر فيهم، اذا عندك اب وام فكر فيهم، وحط في بالك انه في جنه وفي نار في الاخر، ويا ريت ترجع عن قرارك. بس كده؟ بس خلاص بقى، خلاص ارمي نفسه بقى. ارمي نفسه بقى خلاص. وانت تعمل ايه؟ أنا نفس الشيء، أهم شيء أهله وأولاده، يعني في ناس وراه حيسألوا مو لحاله هو. بس مش عايش في الدنيا لوحده، يعني هو مش عايش في الدنيا لوحده، في ناس وراه وفي ناس معاه، في ناس حياتهم مترتبة عليه. هو لو عارف كلام ربنا مش هينتحر. أيوه قول له بقى، قول له الراجل قدامك هو بيقع. إيه ده الوقت بيعد ولا إيه؟ أيوه يلا لا انتحر أحسن، لا مش 30 سنة مش كافيين بصراحة. قول له أي حاجة يلا اقنعه. مش عارف، يعني ممكن اقول له كلمة محمد منير، جواك انسان يقدر على الدنيا وما هو يقدر، ممكن يعمل اي حاجة. هو الراجل كده يرجع؟ 30 سنة خدت وطلع، يعني ممكن لو سميها ممكن يرجع. تتنحرش؟ لا عادي، يعني الحياة حلوة مش لازم تتنحر. الراجل دلوقتي هيرمي نفسه قدامك، هتعمل ايه؟ يعني في عندك خيارات كتيرة، مش لازم تموت يعني. هو مصر، يلا بسرعة 30 ثانية بيعدوا. يا ابني ما تموتش، يعني ممكن نديله فلوس مثلا. هتديله كام؟ والله اللي في جيبي، اللي ياخده بقى. مش عاجبين. اقول له ايه يعني؟ عادي ما يموت بقى في داهية. انا مالي، هتسيب الراجل خلاص؟ هو مش عايز الشوط ده يقتنع بكلامي في داهية. لا انا ذوق وانزل اجيبه بصراحة من غير زعل. لا انا الراجل هيبقى مات. لا 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 لا، ما انا انزل وراه. لا لا لا، انا هرميه في البحر، مش هرميه تحت قاطر. بقول لك انقذ الراجل، اقنعه وتقول لي ازقه. لا ما هو ده صح، ان انا اذا كان الشعب كله عايز يتزق يبقى جت عليه. انا ذوق وانزل اجيبه بصراحة. مفيش اي حاجة تانية تعملها؟ لا 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 لا. هو اذا كان انا لو هو عاوز نصيحتي انا اقول له انتحر. صدقيني لو عاوز نصيحتي اقول له انتحر. انت عملت الصح. هو كده اللي هو عمله صح. يعني هلحقه ازاي يا بابا؟ انا في ايدي كوبايه الشاي، راح الحقه ازاي؟